محمد النبي الأمي الحبيب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ألف مبروك لعشاق الكرة المصرية، ألف مبروك للفراعنة، فوز مصر لثلاثية رائعة على المنتخب الليبي الشقيق في مباراة حفلت بالروح الرياضية واستعاد فيها الفريق المصري هيبته المفقودة على القارة السمراء بعد أداء حسام البدري. لا أعاد الله أيام، ولا أعاد الله أيام. أجمل ما في هذه المباراة هو وجود منتخب مصري قوي متماسك، يؤدي بصلابة، يؤدي بقوة، يؤدي بحماس وبإصرار وبروح قتالية وبتركيز شديد، وإن هما من الآخر عاملين حساب للراجل اللي واقف على الخط اللي مكشر التبويزة إياها مستر كارلوس كروش. وأكد مستر كارلوس كروش بهذا المنتخب أن الفريق الوطني المصري يحتاج إلى الحضانة، يحتاج إلى الحضانة. الحضانة هي العرف الذي قام به مستر محمود الجوهري بعد التأهل إلى كأس العالم 90، وأكد لكل من له علاقة بكرة القدم أن المنتخب المصري يأتي مستواه ويتقدم مستواه بكثرة المدة الزمنية في المباريات الودية أو الرسمية، يحتاج إلى المعسكرات الطويلة. هذا المعسكر الذي طلبه مستر كارلوس كروش الأداء لم يكن في مباراة الذهاب بنفس هذا الجمال الذي كان في مباراة العودة في ليبيا. في القاهرة فزت بهدف، وفي ليبيا فزت بثلاثية رائعة، والسبب هو عودة الكرة الجميلة، عودة الشكل للفرقة، موجود منظومة دفاعية بتلعب لمسة ولعبة بتأدي بشكل واضح، كل لاعب في قمة مستواه. حتى عبدالله السعيد الذي كان تعيسا في مباراة الذهاب بالقاهرة ونال الغضب المصري العارم أو الغضب الجماهيري العنيف، اليوم يؤدي أداء رائعا ومتميزا أمام منتخب ليبيا. مصر فازت بثلاثية نظيفة على المنتخب الليبي الشقيق. سجل الهدف الأول أحمد فتوح من لمسة جميلة من عمر مرموش، والهدف الثاني كان أيضا بلمسة بأوفر جميل جدا 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 من عمر مرموش إلى مصطفى محمد اللي لعبها براسه كأنه هو بيسدد كرة وبمزاج عالي. ولعل مصطفى محمد واحد من أفضل لاعبي الرأس في المهاجمين منذ كابتن جمال عبد الحميد، بيلعب بدماغه حلو جدا جدا. أما الهدف الثالث فكان مزيكا من أبو صلاح، محمد صلاح أبو مكة، اللي لعب زمايله ولم يسجل، اللي فرح بتسجيل زمايله ولم يوفقه الله في التسجيل، لكنه قاد الفريق بجدارة واقتدار إلى الفوز بثلاثية رائعة وجميلة، وعمل التمريرة السحرية لرمضان صبحي الذي سددها في شباك المشموش. هذا الفوز الكبير رفع رصيد المنتخب المصري إلى 10 نقاط، يليه منتخب ليبيا ب6 نقاط. يتبقى للفراعنة مباراتين، واحدة أمام الجابون وأخرى أمام أنغولا. مباريات أول مباراة لينا مع الجابون في القاهرة في 11 نوفمبر المقبل، أي بعد شهر بالتمام والكمال، والمباراة التالية أمام أنغولا في أنغولا يوم 14 نوفمبر بإذن الله تعالى. إذا ما فازت مصر في مباراة الجابون تأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية برصيد 13 نقطة، واللي حصلني يبقى يوصلني إلى مواجهة الفرق الأبطال العشر التي ستكون على رؤوس المجموعات، وتواجه القرعة بقى تجيبك مع مين، وتلعب في مارس المقبل، تلعب في مارس المقبل مباراتي الذهاب والإياب، ويتأهل الفائز منهما إلى قطر بإذن الله تعالى كأس العالم الذي سيقام بعد عام تقريبا في قطر الشقيق. طيب لو انت يعني هنقول اتعادلت قدام الجابون بقى عندك 11 نقطة، لو ليبيا خسرت تأهلت. ليه؟ لان اصلا ترتيب المجموعة الان بقى غريب جدا، لان الجابون النهاردة كسبت انجولا، فالجابون بقى عندها 4 نقاط وانجولا توقف رصيدها عند 3 نقاط، فده خلاص ضمن للمنتخب الانجولي الخروج، اصبح خسرت المجموعة، الخروج من المنافسة على التأهل. اما منتخب الجابون فلازال لديه الامل لانه حصل على 4 نقاط، لو فاز في مباراتين بفرض ان مصر خسرت ده موضوع تاني. اما منتخب ليبيا لو فاز بمباراتين ومنتخب مصر تعادل في مباراتين فالمنتخب المصري ايضا يتأهل نظرا لانه يبقى 12-12 والمواجهات المباشرة في صالح المنتخب الوطني. ما يهمني في هذا الامر ان منتخب مصر
وضع قدما بنسبة 85% 90% 95% كمان في على عرش المجموعة والتأهل إلى المباراة الفاصلة بإذن الله تعالى. الأجمل في هذه المباراة هو استعادة الفريق المصري، الفراعنة، استعادة الهيبة المفقودة واستعادة الثقة الجماهيرية المفقودة أيضا التي نجح الكابتن حسام البدر وجهازه الفني والإداري في دفع الناس إلى الانصراف عن المنتخب الوطني المصري في مثل هذه المباريات، وذلك لأنه ما أصلا ما كانش بيلعب مباريات، كان يهمه إن الحسابة تحسب وياخد مرتبه وخلاص بغض النظر عن التأهل. لكن النهارده تأهل وأداء ومتعة وإثارة وثقة ورجل يعني يشعر كده إن هو لسه ما عملش حاجة، ما بيفرحش. يعني جون بيجي ما تقولش من شرطة اسم الله ولا دبلوماسي، واقف كده مكتف دراعاته وحاسس إن هو ما عملش حاجة. شخصية قوية، شخصية مميزة، يهمه مصلحة الفريق ولا يهمه أبداً أبداً الأفراد الذين يفسدون أداء الفريق، أداء الفريق، فهو بيحب يعمل فرق. عامل منتخب عنده القوام الاساسي، افشل باذن الله محمد شريف معه في المباراتين القادمتين، وباذن الله يعود الى المنتخب الوطني كنجمين مؤثرين في مسيره الفريق الوطني المصري اللي هو كل الدنيا قالت ان هم يعني لازم مدربين. بالمناسبه كارلوس كروش لم يوقع عقدا مع الاتحاد المصري لكره القدم. اعوذ بالله منك يا اخي، اعوذ بالله منك يا اخي، ايه الوحشه دي يا اخي؟ ابو محمد وجانا يا رب صليبي للشناوي، ايه يا ابني ده يا ابني؟ ربنا يعدك واخد امثالك يا ابني، ليه كده يا ابني؟ ليه تتمنى الشر للنجم مصري؟ اعوذ بالله منك يا اخي، لا لا حرام عليك يا ابني، حرام عليك، اعوذ بالله، اعوذ بالله. وبعدين ده انت واضح انك ما بتفهمش في البطاطس، الكوره شاده، شد في العضله الخلفيه. هقول لك الشناوي كان بيقول ايه؟ دايما تمنوا الخير، تمني الخير ربنا يأتيك خير، تتمنى الشر ربنا يجتريك بالشر. ما هو اللي بيدعي بيقول اللهم اكرم فلان، واحنا بنقول ادعي لنفسك والوالدين والغير ليه؟ الغير ليه؟ عشان تنقي نفسك، ولما بتدعي للغير يرد عليك ملك ويقول لك ولك مثل هذا ولك مثل هذا ولك مثل هذا. فتيجي انت تقول لصليبي، صليبي لما يعدى هشوفك انا دلوقتي اعمل لك بلوك على الفيس، انا اللي اعمل لك بلوك، بقول لك ايه الادمنز يعمل له بلوك. لا 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 يا ابني، حرام يا ابني، صليبي ايه؟ الله يخرب بيتك، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. منتخب المصري اسعد الشرق، هو بصوا خلي بالك البعض دلوقتي بيبص للامور على انها فرق ومنافسات. يا ابني بص، ده احنا سعداء بتالق محمد ابو جاب، بالويمس، باحمد فتور، بطارق حامد اللي نزل ده، يا ابني لازم يبقى النفس نقيه، دول كلهم بيمثلوا مصر، كلهم بيمثلوا مصر، كلنا بنفرح نفسنا يتأهل جميع لكأس العالم. ده انا لسه بتغزل يا ابني في مصطفى محمد، في مصطفى محمد اللي عامل جول كويس، وفي رمضان صبحي اللي واخد البينيه السحريه الجميله من ابو صلاح. القادم لمنتخب مصر باذن الله، مصر منتخب مصر يحتاج الى فوز، يبقى خلاص تأهل الى قمه المجموعه العشره اللي على قمه العشر مجموعات، هيبقى في قرعه ذهاب واياب، والفائز منهما في مارس المقبل باذن الله. انا عيد ميلادي 15 مارس، يا رب جاي في ماتش يومها وربنا يكرمنا ونتاهل ان شاء الله. ف باذن الله باذن الله باذن الله تعالى هيتاهل المنتخب المصري عن قمه المجموعه وننتظر. عندك بقى في ديسمبر اللي جاي كاس العرب اللي هيتلعب في قطر، ربنا برضه لو الاداء بالشكل طبعا هيبقى اداء من غير اللاعبين الدوليين، لكن عندك في نوفمبر تلعب ثلاث مباريات من 25 نوفمبر، من 25 اكتوبر ل 5 نوفمبر، والقرعه بكره عاملها رابطه الانديه في جراند حياه كده، هيبقى نشوف بقى مين هيلاعب مين ومين هيقابل مين والحاجات دي. تلعب ثلاث جولات، كارلوس كروش يشوف كل اللعيبه، يبدا هو يعد الدنيا، عامل القائمه الاوليه اللي هتشارك في كاس العرب باذن الله تعالى في قطر، وفيها قفشه وفيها محمود علاء وفيها محمد شريف وفي احمد سمير، في عدد كبير جدا من النجوم الذين تم استبعادهم في المرحله الماضيه. لا ما فيهاش شيكابالا، ما شفتش فيها شيكابالا خالص، ما شفتش فيها شيكابالا الصراحه. طيب لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك.